طبعا النظام الضريبي هو أداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية إذا اعتمد قواعد تمكن فعلا من إعادة توزيع الثروات و إرساء يعني اعتماد موارد الدولة على نوع من العدالة والإنصاف في التوزيع بين مختلف فئات المجتمع. نحن نعلم جميعا بأن النسبة الأكبر من الموارد الضريبية للدولة هي التي تأتي من الضرائب غير المباشرة، وهذه المسألة تعكس اختلالا، لأن عندما تحدث عن الموارد غير المباشرة معنى ذلك أن عموم المواطنين وأساسا منهم محدودي الدخل هم الذين يضخون يعني الموارد الضريبية في صناديق الدولة أكثر من المقاولات وأصحاب الثروات إلى غير ذلك، وهنا لابد من مراجعة ذلك. بالتالي من أهم المداخل التي يمكن أن تمكن من ذلك هو أولا أن نفرض ضريبة على الثروات الكبرى، تكون هناك الثروة خص يكون عليها ضريبة اللي هي مش إنها أنها تجسد ذاك التضامن الاجتماعي اللي غادي يعطي نوع من الحد من التفاوتات الاجتماعية في المجتمع ديالنا. الضريبة على الإرث، أي ضريبة على الإرث في حدود معينة بحسب مستوى الإرث، لنسميه ضريبة على الثروة.